فلا طريقة وكيفية حل مشكل عدم استجاب تطبيق سبوتيفاي. نقوم بالضغط هنا على تطبيق، عفوا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سبوتيفاي. سوف يظهرنا على هذا الشكل، فعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سبوتيفاي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك.